أحييكم مشاهدينا متابعينا الكرام بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة. تهانينا والناموس لسيد أحمد بن محمد بن يروان المنصوري، والتهنية إلى مبارك بن محمد بن يروان المنصوري، والتهنية هناك أيضا أعزائي المشاهدين لعلي بن ناصر الحجري، هنا أيضا أحد هنا مشجعين هذا الشعار هنا الملقب بالهدابي، هنا أيضا المتابع دائما لهذه الانطلاقات وأيضا الانطلاقات الجميلة. هنا على بركة الله وتوفيق ينطلق أول أشواط المهجنات على صايل. هناك أيضا ما زلنا في الجولة الأولى للأربعة الأشواط، هنا أيضا الذي تتوزع ما بين الإبكار والجعدان، هنا المسافة 5 كيلومترات. افتتحت شوط المحليات شنذارة، لمن هذا الشوط؟ شوط المهجنات. هنا أسير مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط إلى المركز الأول، بلقى هنا ضبا مع الهين شركوهن غارا على التيم، اكسرن راشد بن بخيت بن علي بن مقارح، هنا ايضا يتقدم على البداية الاولى على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني على الوصول من ملام عيسى بن مبارك بن دعفوس المنصوري ياتي في هذا الانطلاق. المركز الثالث القادمة والمتقدمة في هذه اللحظات ناصية مبارك بن محمد بن مبارك بالعور على خيلي اللي احتلت المركز الثالث، النقلة إلى المركز الرابع، وصول وتقدم في هذه اللحظات من المهندة هنا مانع بن علي بن حماد الشامسي ياتي في هذا المسار، بينما هنا القدوم والوصول مشاهدينا من جواهر عيسى بن التيمي بن غفان على خيلي ياتي هنا بعبيد مقدما لنا جواهر في هذا الانطلاق، بينما هناك على شواهين محمد بن مطر مثعيل بن هواشة على خيلي. هكذا النتيجة وهكذا المسار الجميل والانطلاقات المميزة دائما. البداية وين؟ الصدارة وين؟ المقدمة مع المركز الأول في هذا الانطلاق. ياتي هناك عيسى بن مبارك بن دعفوس المنصوري ياتي في هذا الانطلاق الجميل والتحديات المثيرة والانطلاقات المميزة في هذا الشوط وفي هذا المسار في هذا الانطلاق الجميل والتحديات المثيرة والانطلاقات المميزة. البداية والمقدمة، البداية والصدارة مع المركز الأول. ملامه 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 تتقدم هنا بشعار كبير عيسى بن مبارك بن دعفوس المنصوري. المركز الثاني الله يا ضبا، الله يا شعار ضبا ومالك ضبا. هنا يا سلام يا سلام يا سلام، يا ما صال وجال، يا ما صال وجال في عالم سباقات الهجن هنا العربية الأصيلة، سواء هناك أيضا في ميدان الشحانية أو في دولة الإمارات، يا ما قدم من الأصايل هنا منذ القدم وحتى هذه اللحظات وهو يسير هنا مع هذه الهجن. هناك أيضا راشد بن بخيت بن مقارح هنا ياتي من المحاربين القدامى في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، تمنياتنا له بالتوفيق. وهذا الشعار الذي تقدم في يوم الأمس هنا في مهرجان الشحانية، هناك أيضا أعزائي المشاهدين مع المؤسس هنا أيضا قدم لنا شعار، والشعار كان هناك أيضا وصيفا للأشواط أيضا الحساسة. بينما المركز الثاني الوصول والتقدم من شعار مانع بن علي بن حماد الشامسي ياتي هناك أيضا في هذا المسار في هذا الانطلاق بقيادة علي بن سعيد الزرعي
بينما المركز الرابع الوصول والتقدم مشاهدينا من ناصية مبارك بن محمد بن مبارك بن عول الخيلي. اغتربت الأسماء من بعضها البعض، ورا هناك الجواهر عيسى بن الديمي بن غفان الخيلي، يتقدم بعبيدة، يتقدم بديمي هنا في هذا المسار، حيث قدم لنا جواهر في هذا الشوط في هذا المسار. ولكن شواهين محمد بن مطر بن علي بن هواش الخيلي، الله 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 الله، ياهو رقصة ياهو رقصة مع المهجنات الأصايل، رقص هنا تلغاي، رقص تلغاي هنا في هذا المسار في هذا المسار، والتحديات المثيرة والانطلاقات المميزة في هذا الشوط وفي هذا التحدي الجميل والانطلاق المميز. البداية وين؟ الصدارة وين؟ وين؟ هنا ناصية، ناصية عند العور، ناصية يا أبو محمد، ناصية ناصية على الناموس، وهي تنصى المركز الأول، تنصى الصدارة، ولكن بمقارح وأبو دهيمي، أبو دهيمي بالعور بمقارح بن هواش، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذا التحدي الجميل والانطلاق المميز في هذا الشوط في هذا التحدي. ناصية ناصية ناصية، ولكن وصل وصل أبو بخيت، تقدم أبو بخيت راشد بن بخيت بن مقارح، يأتي في هذا الانطلاق يقدم ضبو، يويلي على ضبا هنا، جواهر جواهر من الجانب الآخر، جواهر يا أبو الدهيمي، جواهر عيسى بن الدهيمي بن غفان الخيلي مع جواهر، ولكن ضبا عاد الضبا هنا في هذا المسار في هذا التحدي الجميل، ما بين جواهر ما بين ناصية، ما بين جواهر وناصية وضبا، ضبا هنا عادت، ناصية تحاول، ضبا هناك أيضا قادمة في هذا المسار. يا سلام، وين وصلنا وين وصلنا؟ هنا الوقت كافي، الوقت هنا مسافة مسافة يا اخواني، مسافة هنا هناك ايضا مع الخمسمية متر الاخيرة، الخمسمية متر الاخيرة الخطيرة، نبه ركاب شوي، نبه ركاب شوي هنا في هذا المسار في هذا التحدي المثير. ضبا جواهر، ضبا جواهر ناصية، ولكن الله 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 على هذا الأداء الجميل هنا، جواهر جواهر راحت راحت راحت، جواهر عند أبو الدهيمي عيسى بن الدهيمي بن غفان الخيلي، فلله يدرك يا أبو عبيد، فلله يدرك يا أبو عبيد على هذا العرض الجميل والأداء المميز هنا. سلام يا جواهر، سلام سلام على هذا العرض، والتهنية إلى دهيمي بن غفان الخيلي وإلى سالم بن دهيمي بن غفان الخيلي، تهانينا تهانينا والناموس لحظات الوصول والعبور إلى خط نهاية. مشكور يا أبو دهيمي مشكور. المركز الثاني هناك ضبا راشد بن بخيت بن مقارح، المركز الثالث شعاع علي بن خليفة، علي بن خليفة بن خميس السويدي، نعم بالفعل هناك أيضا مرحبا بهذا الشعار، ما يبنى الأطاري إلا في هذه اللحظات، قدم لنا شعاع وهذا الشعار كبير ومميز. بينما المركز الرابع ناصية مبارك بن محمد العول الخيلي، المركز الرابع الخامس وصلت وتقدمت هنا شواهين محمد بن مطر بن علي بن هواش الخيلي، 8:16 في الوفاء والتمام والكمال، تهانينا والناموس.